سيداتي وسادتي، مرحبا بكم معنا في برنامج هما وهما، البرنامج اللي كيتصنت ليك وكيتصنت ليها، اللي كيشرح ليك وكيشرح ليها، واللي يقدر يشريها ليك. كيما كيقدر يشريها ليها من الاخر عشيري. الا كنتو كوبل وما فرتشكناكمش راني كيلي ميني. كيف ما عرفتوا معنا الخبير بوزبال، خبير انثروبولوجي في العلاقات الانسانيه، حائز على وسام شرف من درجه دراغور بول زد. دراغور بول زد. اذا بقوا مع اول اتصال. الو، تبارك الله عليكم. من هذا البرنامج انا كنستمع لكم كل نهار، وزعما عرفتي راك الكلام ديالك انا حافظه، راني مجيبه واحد المذكره وكنكتب كاع داكشي اللي كتقول وكنعرضه في الليل. كلامك زعما كنتهش فوق راسي، تبارك الله عليك. وبركه من السباغه. دوي قولي شنو هو المشكل اللي عندك. انت دابا المشكل اللي عندي ودوي تدوي ناري، مابقا تصنت لك انا هنايا. ودابا المشكل اللي عندي اخويا بوزبان هو حتى واحد ما كيدير فيا، حتى واحد ما كيدير فيا. كندير طرق جوطيه ونجيبها ما كنسمع حتى كلمه. بدلت جلابه والو، بدلت المشيه والو، بدلت شده الزيف والو. عمرني ما قلت طفو في الطريق، عمر شي واحد ما تصرى عليا. عاوتاني البنت اللي تسخرات وما كانتش طفو خمسة المرات، راه صعيبه اخويا بوسبير، صعيبه. لا العشران بالرجوله، الوقفه ديال الدرب ليش دارت؟ القضية صعيبة، بس بدات كتنقارض الأدراك من التراث ديالنا. وشوفي اختي. نعم. أنا دابا من هاد المنبر غنطلع لك المعنويات ديالك، وغادي نقول لك سمعي. شحال ما سمعتها خويا بوزبال، عطيني شي كلمة واحدة أخرى ندوز بها هاد بس. وشتي هاد التسارة ديال والو، وشتي دابا غتسيري شريه. الله يخليكم، واحد شوية ديال الرقي في الحوار. واش دابا حنا غنبدا نولي بحال اخويا تي تجا في الزنقة يقولوا لك بسبس، ولا فين الزين هنا يدركوني ديال كنت في خريبكا ومشيت لفرنسا. بالفعل بالفعل، يعني وكنضم صوتي لصوت الكابال، يعني خصنا واحد الرقي في الاتصالات، وكنتوجه القمطر التقني لو اي من فضلك، يعني حاولوا ترقيو شي من الاتصالات. هذا برنامج محترم، وقبل ما نبقاو مع اتصال ثاني نبقاو مع فاصل اشاري باش نجبدوا ودنين التقنيين. هادشي ما يمكنش. لا ما يمكنش. للحفاظ على أسنان الأطفال خالية من التسوس، ابتكر البروفيسور دريسات طريقة حديثة للقضاء على التسوس. بالفعل للقضاء على التسوس نهائيا عند الأطفال، وهذه الطريقة الحديثة وهي نزع أسنان الطفل ووضعها في ثلاجة طبية، وترك الطفل ينعم بحياة مشكلاتة لمدة سنتين أو ثلاثة، ثم تم إعادة زرع الأسنان من جديد. ميرسي ماما، ميرسي بابا. شكراً بابا، شكراً شكراً. جديد في الأسواق من بعد كروشي محمد على الكلا، الآن ليكت مايك تايزن اللي دوير عاف يحسب سنانه مع ليقة حمراء بالحرير خاصة بالنسيبة. عدنا إليكم مع برنامج هنا وهما، دائماً معنا الخبير بوزبال ومعنا اتصالاتكم وناخدوا اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بوزبال بعدك إذا شد لرتك تش تدخلك في العيالات، وشنو كاع وصل لك دواء العيالات تشد عندك من صباح حتى بشبش كشتي ما كاين اللي قال اللي خاص ليه لك عمود انت او بلوكاج عشيري. كيف تقول لي يا سي بوزبال المراه حاجك اش خاصها؟ اش خاصها عمي الحاج؟ خاصها العصا. وعلاش عمي الحاج؟ ليش انت ما عرفتيش علاش؟ يا عارف علاش؟ ليش تاوليدي ادخل كل خيمه دالك المراه مرمقه مع واحد الصرفيقه. متفقه معك، متفقه معك، عندك الحق عمي الحاج، عندك الحق. وتي بعدا شحرك شطار التاكسي للكوزينه، شتي اللي جاب لي شي كوزينه ولا جاب لي داركم مع التميدان؟ صراحه الموضوع شائك. سي بالحاج، يمكن لك تدوز لينا المدام ديالك ناخذ الراي ديالها؟ نعم دوزنا المدام ناخذ الراي ديالها في هادشي اللي كتقول. المدام لا ما خيناش. ما كيناش؟ وفين مشات عمي الحاج المدام؟ عاودي مدام مسافره.